أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة المشخص في البيطرة. في هذه الحلقة سوف نحاول صناعة الدواء كوبا سكور. كوبا سكور، كوبا من كلمة كوبالت، 4 الأحرف الأولى من كلمة كوبالت، وسكور من كلمة أسكوربيت. أسكور، أسكوربيت، هكذا. ما هو كوبا سكور؟ ما هو أساس كوبا سكور؟ إذن أساسه كوبالت أسكوربيت، هكذا. رمزه سي أو، سي او، هذه افتح قوس، سي 6 اتش 7 او 6 كل 2. اذا 2 موتي لحمض الاسكوربيك وهو الفيتامين سي، مشتركتان في شريده الكوبالت 2 زائد. اذا ما هو كوبا سكور؟ اذا والذي هو عباره عن كوبالت مخلبي على حمض الاسكوربيك، حمض الاسكوربيك هو الفيتامين سي، اذا هو كوبالت مخلبي على الفيتامين سي لدعم ووقاية وعلاج الأغنام من نقص الكوبالت، وبالتالي إذن من نقص الفيتامين ب12، لأن نقص الكوبالت عند الأغنام يسبب نقص الفيتامين ب12 في نهاية الأمر، هكذا. إذن ننطلق من كبريتات الكوبالت. هذا هو كبريتات الكوبالت، سبيع الإيماها. نضيف لها، إذن ننطلق من 4.41 غرام كبريتات الكوبالت زائد 4.78 غرام، تقريبا 5 غرام صوديوم بيكربونيت. هذه هي الصوديوم بيكربونيت على شكل مسحوق أبيض، وهذا مسحوق أحمر الكوبالت، يعطوني 3.38 غرام كوبالت كربونيت زائد هذه الشوائب. إذا عندي صوديوم سلفيت 4.04 غرام، و CO2 ينطلق على شكل فقاعات، على شكل غاز، على شكل رغوة، 1.25 غرام، والماء هو أصلا تفاعل يحدث في الماء 0.51 غرام. إذا هذا الماء بالنسبة للماء هو أصلا يحدث تفاعل يحدث في الماء. CO2 غاز يختفي في الهواء، يطير في الهواء. إذا يبقى لي الصوديوم سلفيت وكمية إضافية من الصوديوم بيكربونيت، قلنا 5 غرام تقريبا، اذا راح يبقى لي 0.22 غرام صوديوم بيكربونيت و 4.04 صوديوم سلفيت. بما انهما يذوبان وكوبالت كربونيت لا تذوب، نقوم بنزعهما عن طريق السيديمنتيشن ديكنتيشن لعده مرات، سوف نراها هذه. ثم هذا 3.38 غرام كوبالت كربونيت، هكذا نحضرها إلى هنا، 3.38 بالضبط 3.384 غرام. نضيف لها 10.02 تقريبا 10 تقريبا 10 غرام حمض الأسكوربيك C6H8O6، فيعطيني كوبالت أسكوربيت 11.64 غرام، و CO2 أيضا 1.25 غرام ينطلق على شكل غاز يطير في الهواء على شكل رغوة، والماء 0.51 غرام، هكذا. إذن نأتي إلى هذه 4.41 غرام كوبالت سلفيت، 4.41 غرام كوبالت سلفيت هي أن الذي لدي، لاحظ الذي لدي هو سبيع الإيماها هيبتاهايدريت، هكذا. لو كان لدي كوبالت سلفيت أنهيدريوس أزن 4.41 غرام وأبدأ التفاعل، لكن أنا الذي لديه هيبتاهايدريت يجب أن أقوم بالتحويل. إذن أنا من المفروض يجب أن أستعمل كمية أكبر من 4.41، لأنه هذا مضاف له، هذا وكأنه مع الماء. إذن هكذا رقم الإيماها. إذن ماذا نفعل؟ إذن نذهب إلى الإنترنت ونحضر الكتلة المولية مولار ماس لكبريتات الكوبالت سبيع الإيماها 281.1 غرام على المول، يقابلها 8 غرامات، هكذا. والكتلة المولية لكبريتات الكوبالت عديم الإيماها هي 154.99 غرام على المول. إذن الفرق بيناتهم هو 7 في 18، 18 هي الكتلة المولية للماء ضرب 7، لأنه هيبتا هيدريت، هيبتا يعني 7، هيكزا يعني 6، أوكتا يعني 8 أو أوكتو، هي هيبتا يعني سبيع الإيماها، 7 في 18 نضيفها لهذه نجد هذه، نقصها من هذه نجد هذه، هكذا. يقابل المجهول إكس، إكس يساوي 154.99 ضرب 8 تقسيم 281.1، أجد 4.41 غرام هذه.
هكذا. لماذا اخترت أنا 8 غرام من هذا كبريتات الكوبالت أو سلفات الكوبالت سبيع الإيماها؟ لأنه هذا 8 غرام تكفيني للقاطع انتعي، تكفيني وزيادة هكذا، لهذا اخترت 8. إذا 8 غرام كبريتات الكوبالت سبيع الإيماها حولتها إلى، في الحساب فقط، في الحساب فقط، أنا لم ألمس هذه المادة، يعني ما لم 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 أتعامل معها، حولتها إلى كبريتات الكوبالت عديم الإيماها، وجدتها أنه 4.41. وضحت هذا 4.41 هنا، وقمت بالعملية بالحساب هذه بواسطة الموقع الإلكتروني للتسهيل، للتسهيل webqc.com webqc.com webqc.com، أو تستطيع حسابها إذا كان عندك الوقت. هكذا. إذن ماذا نبدأ؟ إذن نزن 8 غرام كبريتات الكوبالت سبيع الإيماها. الآن أزن 8 غرامات كبريتات الكوبالت سبيع الإيماها. إذن هذه 8 غرام، 8 غرام كبريتات الكوبالت سبيع الإيماها. الآن نضيف عليها قليل من الماء حتى يذوب كليا. كبريتات الكوبالت أو سلفات الكوبالت سبيع الإيماها هو شديد الذوبان في الماء، يذوب بسهولة وبتركيز عالي في درجة حرارة الغرفة. معظم أملاح الكوبالت هي حمراء اللون، مثل النحاس زرقاء اللون أو خضراء اللون، أملاح الكوبالت هي حمراء اللون. الكوبالت كلورايد، الكوبالت أسيتيت، الكوبالت نيتريت، الكوبالت سلفيت. هذا ذاب كل كبريتات الكوبالت سبيع الإيماها. الآن نزن صوديوم بيكربونيت 4.78، تقريبا 5 غرامات. هذه تقريبا 5 غرامات صوديوم بيكربونيت. الآن نضيفها إلى كبريتات الكوبالت سبيع الإيماها، ولكن بالتدريج، وإلا سوف يتدفق CO2 على شكل رغوة وأخسر القليل من المتفاعلات والنواتج. إذن بالتدريج. أخلط. لاحظ انطلاق CO2، هذه الفقاعات هي CO2، وتشكل كوبالت كربونيت، لون الكوبالت كربونيت وردي. لاحظ انطلاق CO2 على شكل فقاعات. نواصل على الخلط. أنا وضعتها في هذا الطبق حتى أستطيع أن أعمل الديكنتيشن، نزع الطور المائي العلوي الذي فيه الصوديوم سلفيت وكمية إضافية من الصوديوم بيكربونيت، لأنهم شوائب عبارة عن نواتج ثانوية، أقوم بإلغائهما برميهما. وأحتفظ بالطور السفلي الصلب الذي هو الكوبالت كربونيت 3.38 غرام. إذا ما زال التفاعل لم ينتهي بعد. لتسريع التفاعل يمكن التسخين قليلا، ويمكن الخلط والتسخين. التسخين يكون في طبق زجاجي حتى لا يتفاعل معدن الكوبالت مع ربما مع النحاس، الألمنيوم، الحديد.
إذن هذا هو لون الكوبالت كربونيت، لونه وردي. إذن أضفت الماء، لماذا أضفت الماء؟ حتى يزيد حجم الطور العلوي السائل، وبالتالي ينحل فيه كمية أكبر من الصوديوم سيلفيت والصوديوم بيكربونيت، وبالتالي أقوم بعملية سيديمنتيشن ديكنتيشن واحدة. إذا قللت الماء العكس، يجب علي أن أقوم بعملية سيديمنتيشن ديكنتيشن لعدة مرات، 3 مرات 4 مرات، حتى يتنقى الكوبالت كربونيت من الصوديوم سيلفيت والصوديوم بيكربونيت، لأني أنا سأحاول أن أسرع. لاحظ، هو بدأ يترسب، بدأ يتشكل الطور المائي العلوي الشفاف. سوف يهبط هذاك الكوبالت كربونيت، وأقوم بسحب الطور المائي العلوي بهذا الحقنة ذات اللسان الطويل هذا. الآن أتركه يترسب. بعد مرور 12 ساعة تقريبا تشكل لنا طورين. نسحب الطور العلوي المائي، إذن هذا الطور السفلي الصلب وهذا الطور العلوي المائي الموجود فيه صوديوم سيلفيت والقليل من الكوبالت كربونيت، سوف نستفيد منها لا نرميها، والقليل من الصوديوم بيكربونيت والصوديوم سيلفيت. هذا الطور السفلي الصلب الذي هو فيه نسبة كبيرة، الأكبر نسبة الأكبر من كربونات الكوبالت. الآن نزن 10.02 تقريبا 10 غرامات سيتريك أسيد. هذا هو السيتريك أسيد، عفوا هذا هو الأسكوربيك أسيد، هذا هو على شكل مسحوق أبيض. نزن 10 غرامات، هذه 10 غرامات فيتامين سي يعني أسكوربيك أسيد، نضيفها إلى هذا الكوبالت كربونيت يصدر فوران، ولكن أضيف بالتدريج. الله، حتى انطلاق لها CO2، هذا هو CO2، فقاعة CO2. الآن الكوبالت أسكوربيت ينتج، إذن الآن يخرج CO2 1.25 غرام، ويتشكل لي كوبالت أسكوربيت 11.64 غرام. إذن هو تفاعل حمض زائد قاعدة، الكوبالت كربونيت هو القاعدة والأسكوربيك أسيد هو الحمض، فيعطينا الملح كوبالت أسكوربيت أساس الدواء كوباسكور زائد CO2 راكم تسمعوا في الفقاعات، والماء كناتج ثانوي. حمض زائد قاعدة يعطينا ملح زائد ماء. كما قلت لكم، أملاح الكوبالت عادة ما تكون حمراء، إذا الكوبالت أسكوربيت إذا أيضا يأتي على شكل محلول أحمر. إذا عندي هذه أيضا تحتوي على كربونة الكوبالت، وبما أن كربونة الكوبالت هي مادة غالية الثمن ومادة عزيزة، إذا نحولها هي أيضا بأملاحها الصوديوم سيلفيت والصوديوم كربونيت إلى
الكوبالت أسكوربيت والصوديوم أسكوربيت على الترتيب. إذن لا نتره لا نرميها لأن الكوبالت مادة غالية الثمن كما قلنا. وهذا هو الكوبالت أسكوربيت. إذن هذا هو دواء كوباسكور الذي أسسه كوبالت أسكوربيت، نضيفه إلى الخليط السابق كما قلنا. هذا أيضا أصبح كوبالت أسكوربيت لأنه الكوبالت مادة غالية الثمن. الآن نقوم بحساب التركيز. الآن نعلم أنه في هذه الكمية من الماء هي منحل 11.64 غرام كوبالت أسكوربيت. نحسب الحجم بالسنتيلتر ونحولها إلى نحسب الحجم بالمليلتر ثم نحولها إلى الديسيلتر، نقسم على 10 على 100 عفوا. إذن تركيز كوباسكور إذن هو 11.64 غرام هذه تقسيم 400 مليلتر. وجدنا الحجم 400 مليلتر. إذن 11.64 غرام على تقسيم 4 ديسيلتر، من التحويل من المليلتر إلى الديسيلتر أقسم على 100 هكذا. إذن تركيز كوباسكور هو 2.91% وزن على حجم، يعني 29.1 ميلي غرام على المليلتر. إذن لأجل التحويل من النسبة المئوية إلى الميلي غرام على المليلتر نضرب في 10 والعكس نقسم على 10 وزن على حجم. إذن هذا تركيز 29.1 ميلي غرام على المليلتر، هذا تركيز كوبالت أسكوربيت. الآن سوف نرى كم يعني الكوبالت، شريدة الكوبالت لوحدها في المليلتر الواحد كم. إذن نذهب إلى الإنترنت ونحضر نسبة الكوبالت في الكوبالت أسكوربيت، هي 14.4%. إذن 14.4% أقسم على 100 لأنه نسبة مئوية وأضربها في 29.1 هكذا. إذن نسبة 14.4% كم تمثل لي من أصل 29.1؟ هي بالآلة حاسبة 4.19 هكذا. إذن الكوبالت أسكوربيت 29.1 ملغ على المليلتر، منها 4.19 ملغ على المليلتر كوبالت لوحده، كوبالت شريدة الكوبالت لوحدها. إذن نحن نعطي الحيوان نعطيه 20 ملغ كوبالت لوحده، كوبالت في الحساب لوحده، ولكن في التطبيق هو الكوبالت أسكوربيت، الكوبالت أسكوربيت. إذن هي نعطي للحيوان 20 ملغ للرأس الواحد بعد الفطام فما فوق. إذن 4.19 ملغ في الواحد مليلتر. إذن 20 ملغ كم من مليلتر؟ إذن المجهول y يساوي 20 ضرب 1 تقسيم 4.19، أجد أن y يساوي 4.77 مللتر، تقريبا 5 مللتر. يجب أن نعطي كل غنمة 5 مللتر لكي تتحصل على 20 ملغ كوبالت لوحده هكذا. إذن وضعت المنتج في هذه القارورة هكذا. إذن سميتها كوباسكور الذي هو كوبالت أسكوربيت، الكوبالت المخلبي على الفيتامين سي أو المخلبي على حمض الأسكوربيك بنسبة 2.91% نسبة الكوبالت أسكوربيت ككل. هذا كان فيما يخص تصنيع المنتج كوباسكور والذي هو كوبالت أسكوربيت من أجل وقاية وعلاج الأغنام من نقص الكوبالت، يسمى بالإنجليزية هذا المرض أنزوتيك مارازموس. إلى اللقاء، يوما ما سوف نجرعه. إلى اللقاء.